شوفوا هالمنظر بس يا ويلي. مزك الفخذ هيك تشيل حبيش لحلى حاله قلبي الصغير لا يتحمل. يا ويلي اطيب من هيك ما في. مع بعض نشوف طريقة تحضير الجوانح مع باطة بالمقلاية السحرية بس من عند الشبرهان. نحتاج كيلو جوانح وكيلو باطة. هيك بيجي شكل الجانح. رح نقص الجانح الصغير والجانح هيك بهاي الطريقة. هيدي وجبة برمضان كثير خفيفة وسهلة وخفيفة على الجيبة. أهم شيء خفيفة على الجيبة. وهي الجوانح أنا مقطعهم ومجهزهم. لتقطيع البلاطة فينا نقطع بلاطة. أنا عندي السكينة هيدي فيك تقطعوها بهي السكينة أو بالسكينة العادية ما في مشكلة. بسماكة تقريبا 2 ملي هلا بدنا بصلة صغيرة مقطعها نحطها فوق الجاج. نص معلقة ملح للثوم ومندق. حبايب القلب ما بدها التوم يكون ناعم كتير بدناه شوي يكون قطع مثل الشرحات. هلا منضيف نص كمية التوم على البلاطة نص كمية التوم على الجاج. منضيف بهات البلاطة معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة فلفل أسود نص معلقة كزبرة ناشفة ربع معلقة صغيرة بابريكا نص معلقة بودرة ماجي. ما بننسى زيت الزيتون أهم مكون بالوصفة. ما بحب زيت الزيتون فيه يضيف أي زيت نباتي بس بزيت الزيتون تطلع الطعمة 100%. نخلط جوانح الدجاج نفس البهارات حطينا على البطاطا نفسها بنحطها على الدجاج. بس أنا عملتهم كل شيء كلهم لحالهم مشان سطر الجوانح بالمقلاية السحرية. ما بدها بهارات كتير يعني فيكم تحطوا بس فلفل أسود وكزبرة. البهارات اختيارية بتاكلوا جنبها كريم توم أو حمص. هلا بنجيب التقلاي السحرية الجوانح الصغيرة بهاي الطريقة كبيرة تطري بهاي الطريقة. شوفوا لي هيك منظر التصوير هيدي منظر رائع بجنة. ولا بنحط شرايح البصل بهاي الطريقة. بيحب الأصل بصل فيه يستغنى عن البصل بس بكفي توم وزيت. تصوير بطاطا كتير طريقة سهلة بهاي الطريقة. هلا منضيف الزيت. هاي الوجبة بتحب الزيت كتير. وهلا بلش الجد على الغاز. بس تبلش تغلي بنغطي ونخفف النار. حبايبي بعد مرور 12 دقيقة صار عندنا اللون الذهبي للجوانح. إذا عندكم صحن مسطح بتقلبوه بهاي الطريقة بتصفوا الزيت وبتقول يا رب. تقلب هاي الطريقة يا ويلا. شوفوا هالمنظر شوفوا هالمنظر بس جديد بس من عندنا. ترجع نفس الطريقة هيدي هيك هاي الطريقة. بعد ما قلبناهم بالتقلاية نرجع الزيت وعلى النار نحطه على النار ونخفف النار على أقل درجة ومنغطيه لمدة أقل من 10 دقايق. بس تحمر باطة من تحت حيجته. رح نعمل توم بثلاث دقايق. أبيض بيضة نص معلقة ملح ربع معلقة ملح ليمون معلقة توم مدقوق كاسة زيت. حط الخلاط بأسفل نرفع شوي شوي نرفع شوي شوي. نضيف مي وتلج نص معلقة صغيرة خل خلطن. شوفوا هالتوم كيف طلع. توم مو بثلاث دقايق دقيقتين. ولا رح نسوي صحن خضرة جنب الجوانح بالبلاطة بالمقلاية السحرية. شوفوا هالتوم شوفوا يا ويلي على هالتوم يا ويلي. هلا حبايب صارت عندنا الجوانح جاهزة. قربوا شوفوا لعندي قربوا شوفوا لك الجوانح.
يا ويلي يا ويلي، ايه فاطمة كيف حمرا من تحت؟ شوف وهيك عندنا الجوالي حصار جاهزة، شوف رقصوها بترقص. وهي حبايب الجوانح مع بعضها بالملاية السحرية مثلكن اياها، خلال 20 دقيقة بتكونوا حاطينها على السفرة. انا مالي قلب شي لم هيدي بتلاقي، خليها بالصحن نفسها. مثلكن مع كريم توم ب3 دقايق مع صحن خضرة بزين سفرتكم برمضان، ان شاء الله يكون عامتو بخير. وهلا حبايب رح ندوق الجوانح. شوفوا الجوانح، شوف شوف امسك الفخذ هيك، لا تشيل حبيش لحلى حاله. بدل العصص ليمون حامض، غطى هيك بالتوب بالزيت، بالزيت تبعه هيك هيك. يا ويلي قلبي الصغير لا يتحمل، سامحوني سامحوني ديني رمضان، سيامان مقبول افطار شهيان، سامحوني. طبيعي عن جد بدل توم، بدل توم على المعدة والله العظيم. هذه أكلة لحن وأنغاء، لحن وأنغاء، ما أنا مكلفة خفيفة على الجيبة، الأمور طيبة. هات ودرس في الجامعات بتحكي 7 لغات عن جد يا جماعة، أطيب من هيك ما في. شوف 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 دمار وخلص الحكي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالشير واللايك والمتابعة. سواء مقبولا وافطارا شهيا. كان معكم الشيف برهان من ابو ظبي، بشوفكم حلقه رمضان جديده ثانيه، لقاء.